هذا الإطار السياسي اللي إحنا بنشتغل في إطاره مشان نشوف الحالة الاقتصادية في أي سياق تقع. أنا حبيت أعطي هذه المدخل السياسي للأمور. تدويل الصراع بالنسبة لنا له ثلاث مسارات. رحنا على مجلس الأمن بمسار سياسي، والآن هناك اعترافات ثنائية بيننا وبين دول العالم، وهناك مسار اقتصادي أننا نريد من العالم أن يقاطع إسرائيل، ليس يقاطع الاستيطان ومنتجات المستوطنات، ولكن أيضاً يقاطع إسرائيل. والشيء الثالث وهو الإطار القانوني، إحنا رايحين في 1/4 على محكمة الجنايات الدولية لنقدم لائحة اتهام، لكي يكون هناك كل حجر بنى في مستوطن لائحة اتهام ضد إسرائيل، وكل دمعة أم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في مخيم اليرموك يكون أيضاً لائحة اتهام بحق إسرائيل. تأتي طبعاً هذه الندوة التي يلقيها الأخ الدكتور محمد أشتيه لطرح الواقع الاقتصادي ورؤى سياسية واقتصادية مستقبلية في ظل واقع سياسي متعثر بشكل واضح، انعكس أيضاً هذا التعثر السياسي على الوضع الاقتصادي، وبالتالي نطرح من خلال هذه الندوة المشكلة وقد نخرج ببعض الحلول التي ممكن أن نترك بها أبواب المسؤولين لوضعها لحل جزء من هذه المشكلة أو الوقوف على بعض المشاكل، ومن هنا يستفيد طلبة كلية الاقتصاد والأعمال في توسيع مداركهم أو في أمور أخرى قد تفيدهم لاحقاً.